السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح جديد عن منصة الأضواء اللي اتشهرت تقريبا من أسبوع، بس أنا حابب أن أنا أتكلم عليها وأعمل لكم شرح بالتفصيل عنها. منصة الأضواء تقدر تنزلها عندك على السناب شات. أنا منزل تطبيق السناب شات وتعمل عليه أكاونت أو تسجل عليه دخول. بعد كده أنت بتفتح الكاميرا هنا زي ما أنت شايف، أنا فاتح الكاميرا الخلفية لكن الشاشة دلوقتي قدامي سودة. أنا دلوقتي أصور خلاص كده اي فيديو. تمام. انا بعد كده بضغط على ارسال هنا زي ما انت شايف فوق هنا مكتوب منصة الاضواء، بضغط على ارسال افضل مقاطع السناب على منصة الاضواء، بضغط عليها كده. هنا بقول لك ارسال افضل مقاطع لديك، وبقول لك هنا الشروط لازم أن توافق عليها وان عمرك فوق 16 سنة. حسنا، تضغط على حسنا هنا. بعد كده زي ما انت شايف ولكن تضغط على منصة الأضواء تحت، تضغط على إرسال، وفوق هنا بيتعمل إرسال على المنصة. هو دلوقتي قدامي الفيديو هنا بيترفع، خلاص كده اترفع خالص. لو جيت أبص على المنصة بتاعتي هنا بنزل تحت بلاقي هنا منصة الأضواء زي ما انت شايف موجود على السناب. انا قلت لكم ازاي تنشرهم على منصة الاضواء على السناب شات. دلوقتي مستقبلا هم قالوا ان المنصة ديت هيبقى مؤهل انك تقدر تربح من عليها، مش النهاردة ولا دلوقتي، بس هو الكلام ده ممكن اسبوعين ثلاثة وهو هيبدأ يشتغل معاك ارباح. طيب تعال نشوف البلدان اللي فيها متاح فيها السناب شات والمؤهلين ان هم يقدروا يحققوا مكاسب مالية من منصة الاضواء. زي ما انت شايف هنا في الجزائر واستراليا، ودلوقتي مصر هنا موجودة برضو معانا، والكويت وليبيا، وبرضو بعض الدول العربية. هتقدر تخش على الصفحة دي موجودة في الوصف اسفل الفيديو علشان تقدر تتابع برضو منصة الاضواء على السناب شات وازاي تربح منها. كده انا شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو احتجت اي حاجة كلمني في كومنت وارد عليك ان شاء الله. بالمناسبة عشان منساشي ان منصة الاضواء ديت لازم تكون انت معدي 13 سنة عشان تقدر تفعلها وتحقق الارباح من عليها، كمان تقدر تكسب عليها مبالغ كويسة من خلال الدعوات. السلام عليكم.